الطريق إلى الناتو سالك بصعوبة أمام فنلندا والسويد. ملف انضمام ستوكهولم وهلسنكي إلى حلف شمال الأطلسي يراوح مكانه بفيتو تركي مستمر. أردوغان يضع شروطه ووفود دبلوماسية تطرق بابه. موسكو غاضبة وواشنطن متفائلة. إذن ما يزال ملف انضمام كل من فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي دون أي تقدم، إذ ما زالت تركيا ترفض انضمام الدولتين إلى الحلف دون تنفيذ شروطها وتبديد مخاوفها الأمنية. ولم تفلح على ما يبدو زيارة الوفدين السويدي والفنلندي في إقناع الأتراك الذين ما زالوا متمسكين بما يرونه أمن بلادهم القومي الذي قد يدفعهم إلى شن عمليات عسكرية في سوريا وفق ما أكده الرئيس التركي. وقد أثار طلب هلسنكي وستوكهولم إلى الناتو مخاوف الكرملين الذي هدد بدوره بالرد القاسي على ما يجري قرب حدوده. فما موقف الحلف اليوم؟ وأية سيناريوهات مقبلة لما بعد توسع الناتو الجديد؟ نتابع تفاصيل أكثر في تقرير عبد القادر طوحي. للأبنية أبواب كثيرة توضع إن حصل طارئ، تستخدم وقت الحاجة إليها. واليوم أبواب الناتو تفتح لأعضاء جدد. الأبواب هنا كثيرة، لكن بابا منها يوصده الأتراك الرافضون منح مفاتيحه لدخول الضيوف الجدد إلى حلف شمال الأطلسي، متوجسين منهم مطالبين في الوقت ذاته بتبديد مخاوفهم التي يقول الساسة الأتراك عنها لا دخول لفنلندا والسويد إلى هذا المكان. أمام التعنت التركي التي تقول أنقرة إنه ليس بجديد، فهي تتهم هلسنكي وستوكهولم بإيواء منظمات إرهابية، لكن شدة أنقرة هذه يقابلها لين كبير لدى باقي الأعضاء، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية التي رحبت وما زالت ترحب بالمسألة، بيد أن الجميع اليوم يضبط ساعاته على توقيت الأتراك وينتظرون انتهاء مخاض لا يريدونه أن يطول، لا سيما أنه يزيد الطوق على الروس. توسع حلف شمال الأطلسي دق ناقوس خطر في الكرملين الذي اعتبر الخطوة تحركا غير عادي، مهددا بالرد القاسي على هذا التحرك ومنتقدا إنهاء فنلندا والسويد لحياديتهما. وهنا يقول وزير الدفاع سيرجي شويغو إن بلاده تنشر قواعد عسكرية على الحدود مع فنلندا لمواجهة أي تحرك يفكر به الناتو، وعلى ما يبدو أن الحرب الباردة تزداد سخونة. وهنا حرب باردة أمام سخونة المشهد في أوكرانيا. وبالعودة إلى الموقف التركي الصارم إلى حد الآن، يطرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خيارات بلاده، فالرجل يريد ربط الملفات كلها والتفاوض على الكل للجزء، فيمد يده إلى سوريا ويقول سننشئ منطقة آمنة، وعلى الناتو النظر في ذلك بدلا من إضافة أعضاء جدد. ويبدو هنا أن أنقرة ومن خلال ما قاله الرئيس تطرح رسائلها للأمريكي قبل شركائها الجدد في الحلف العسكري. فهل ستوقف أنقرة عقارب الساعة فيها وتحتفظ بمفاتيح بابها الموصد في الناتو، أم أن للدبلوماسية مفاتيحها أيضا؟
حول هذا الملف معنا سامويل ويربرغ. السيد سامويل ويربرغ الناطق الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية من دبي، ومعنا لويس ميغيل بوينو المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي من بيروت، ومعنا من أنقرة إسماعيل حقي بيكن رئيس الاستخبارات العسكرية التركية السابق، ومعنا حسين الطائي نائب في البرلمان الفنلندي من هلسنكي، ومعنا من موسكو رونالد بيغاموف أستاذ محاضر في العلوم السياسية. أبدأ مع ضيفي من دبي ومن بيروت. أبدأ مع سيد سامويل، أهلا بك بداية سيد سامويل. إذا المطالب تركيا واضحة بشأن انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو، الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها عضوا في الناتو، ما الذي يمكن أن تقدمه بهذا الصدد تحديدا المنطقة الآمنة ملف F-16 على سبيل المثال؟ إذا مساء الخير. يبدو لدينا بعض المشاكل التقنية، وأنا لا أعرف هل لديكم الفيديو، ولكن إذا تسمعني إذا مساء الخير. نعم، إذا الولايات المتحدة ترى أن أو الولايات المتحدة ترحب الطلبات من فنلندا ومن السويد، وكما قال الرئيس بايدن عندما هو كان لديه اجتماع في البيت الأبيض مع رئيس فنلندي ورئيس الوزراء السويدي، الولايات المتحدة ترحب هذه الطلبات والولايات المتحدة ستدعم هذه الطلبات من هاتين البلدين. والآن لدينا عملية داخلية كما لديها كل العضو في حلف ناتو لنعتبر هذه الطلبات من البلدين، ورئيس بايدن هو قدم الأوراق وقدم الطلب من فنلندا والسويد إلى كونغرس وسنناقش هذا داخليا. ولكن بشكل عام الولايات المتحدة ترى أن فنلندا والسويد الاثنين كان شركاء للولايات المتحدة وللاتحاد الأوروبي وللحلف ناتو منذ سنوات. سيد سامويل، لكن تركيا بوصفها عضوا في ناتو لديها شروط ولديها مطالب. البيت الأبيض قبل أيام قال أنه يرحب أو يتفهم هذه الشروط، هذه المخاوف الأمنية لدى تركيا، ويتوقع بأنه سيتم الوصول إلى صيغة تفاهمية بين تركيا وحلف الناتو. بهذا الصدد ما الذي ستقدمونه؟ ما شكل هذه الصيغة كما تراها الولايات المتحدة الأمريكية؟ إذا نعرف أن الآن بعض المسؤولين من فنلندا والسويد هم في تركيا الآن وفي مناقشة مباشرة بين فنلندا والسويد وتركيا. إذا الولايات المتحدة لدينا علاقات مع فنلندا والسويد ولدينا مناقشة معهم ولدينا مناقشة واتصال والتواصل يومية مع الحكومة التركية. إذا الولايات المتحدة نحن نشعر بثقة أن سنواصل إلى اتفاق، سنواصل إلى توافق في الآراء بين كلنا، بين كل البلدان في ناتو، والولايات المتحدة ستستمر في العلاقات الجيدة والتاريخية لدينا مع تركيا، ونحن لدينا ثقة أن أي قلق أي مخاوف لديها الدولة التركية ممكن نتوصل إلى حل لأي تحديات. طيب، أمامنا بالنسبة لهذه الطلبات شكل هذا الحل، يعني خصوصا وأن البعض يقول بأن هذه الشروط أو المطالب التركية هي مطالب تركية تفرضها أنقرة أو تعرضها أنقرة أمام حليفها الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس التركي قبل يومين طرح أو أعاد طرح فكرة المنطقة الآمنة في سوريا، هل هناك تجاوب أمريكي مع هذا المطلب التركي على الأقل في سوريا؟ لا، لأن الولايات المتحدة نحن نعرف المخاوف والاهتمامات والتحديات لديها تركيا في المنطقة، ولدينا علاقات تاريخية مع تركيا ولدينا مسألة مشتركة منها مكافحة الإرهاب ومنها مكافحة النفوذ الخبيث في المنطقة من البلدان الأخرى، وأيضا إنحاء الصراع في سوريا. إذا في كل هذه المسألة المشتركة بين الولايات المتحدة وتركيا لدينا تاريخ طويل لنشتغل بها. إذا الولايات المتحدة لدينا تواصل مفتوحة مع تركيا، وليس لدينا أي قلق أو مخاوف بالنسبة للإمكانية لنوصل جميعا إلى حل أي اختلافات أو أي تحديات أمامنا بالنسبة لهذه الطلبات من فنلندا والسويد. ومسألة F-16، هذه الصفقة التي ترنو لها أنقرة، ماذا عنها؟
إذا أنا لا أريد أن أرابط، والولايات المتحدة الحكومة الأمريكية في هذه الإدارة لا تريد أن ترابط بين هذا الملف وأي ملف أخرى. لدينا عملية بالنسبة أي مبيعات بالنسبة للأسلحة الطائرات أو أي شيء مثل هذا، ولدينا العملية بين وزارة الدفاع الأمريكية وداخل المؤسسة الحكومية الأمريكية وشركاؤنا بما في ذلك تركيا أو أي بلد آخر. إذا الولايات المتحدة تستمر الآن في هذه العملية بالنسبة أي مبيعات بالنسبة للأسلحة للتركية. طيب سيد سامويل ويربرغ الناطق باسم الخارجية الأمريكية، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لك. أنتقل الآن إلى ضيفي من بيروت السيد إسماعيل، أو عفوا السيد لويس المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي. سيد سامويل، أشار بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتواصل مع الأتراك بشأن مسألة انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، ماذا عنكم في الاتحاد الأوروبي؟ هل أرسلتم وفودا؟ هل هناك لديكم استراتيجية واضحة من أجل إقناع الأتراك بانضمام الدولتين؟ أولا مساء الخير، شكرا جزيلا للاستضافة وتحيات لك والمشاهدين الكرام. نحن الموقف الاتحاد الأوروبي واضح جدا، نحن ندعم بقوة هذا الانضمام، انضمام هاتين البلدين إلى حلف الشمال الأطلسي. نعتقد بأن هذا الانضمام سيجعل الاتحاد الأوروبي أقوى والقارة الأوروبية أكثر آمنا أمام التحديات الأمنية لدينا، وليس فحسب القرار الأوروبي وإنما على الصعيد الدولي. هل نتحدث مع الأتراك في هذه الأثناء؟ أعتقد أنه يعني المفاوضات والمباحثات جارية كما تفضلت قبل قليل، ما إن الطرف التركي وهاتين البلدين. نحن في الاتحاد الأوروبي يعني كانت هناك تصريحات واضحة من قبل السيد بوريل قبل أيام في اجتماع وزراء الخارجية لوزراء الدفاع، أيضا السيد ميشيل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي زار اليوم السويد وأيضا فنلندا، وعبر بشكل واضح جدا عن دعمنا السياسي لهاتين البلدين. وفي نهاية المطاف نعتقد بأن يعني نحن متفائلون بأن ستحل هذه المشاكل، يعني ومتفائلون باستكمال بامكانيه استكمال هذه المفاوضات. طيب. بشكل مناسب. سيد لويس، يبدو ان الاجتماعات التي حصلت اليوم او اللقاءات بين الوفود الفنلنديه والسويديه في انقره لم تجدي نفعا، او على الاقل لم تخرج بنتائج واضحه بشان انضمام الدولتين. ماذا لو بقي تركيا على موقفها إزاء عدم تحقيق شروطها ومطالبها من قبل دول الناتو؟ ما الصورة المقبلة إذن؟ نعم، نحن ندرك في الاتحاد الأوروبي بأن لتركيا مخاوف، وهناك أمور مختلفة طرحت على الطاولة خلال هذه المباحثات. لكن نحن حقيقة يعني الاتحاد الأوروبي وبالمجلس الاتحاد الأوروبي، وأعتقد أنه هناك إجماع على هذا الموضوع بين الدول الأعضاء، نحن نثق بالثقة ونحن نثق ثقة كاملة يعني قدرة هاتين البلدين والحكومتين لقيادة هذه المفاوضات بنجاح. مرة أخرى أعتقد أنه للطرف التركي مخاوف، وأعتقد من الطبيعي أن يعني يكون هناك مفاوضات بين الطرف التركي وهو حليف مهم جدا في الحلف الأطلسي وهاتين البلدين المرشحين للانضمام. ولكن يعني حسب ما راينا من خلال مشاوراتنا مع الحكومه السويديه والحكومه الفنلنديه، اعتقد انه الامر يعني بحاجه الى وقت، لكن متفائلون بنجاح هذه المفاوضات. طيب يعني هذا الوقت ما هو مداه؟ لا استطيع ان اقول لك يعني ما هو اطار زمني بهذه المفاوضات. مره اخرى اعتقد انه هي طبيعيه بشكل او باخر، كل مره يكون هناك طلب من قبل اي دوله في القاره الاوروبيه لانضمام الحلف الناتو وخارج القاره الاوروبيه، يكون هناك ايضا مفاوضات بينها وبين دول اعضاء في حلف الشمال الاطلسي الناتو ولتركيا. مره اخرى مخاوف مختلفه، ولذلك يعني المخاوف التركيه سيد لويس دعنا نحددها. نعم. بشكل واضح، أنقرة تتحدث عن دعم فنلندا والسويد لجماعات إرهابية تهدد أمنها القومي. بشكل واضح حزب العمال الكردستاني طلبت تسليم شخصيات من حزب العمال الكردستاني لأنقرة. هذه هي المخاوف التركية، هل يمكن تبديدها برأيك؟ نحن في الاتحاد الأوروبي لا نتدخل في هذه المفاوضات. أعتقد أن طرف الحكومة السويدية والحكومة الفنلندية قادرة جدا على معالجة هذه المخاوف من خلال هذه المباحثات وبشكل مباشر مع الطرف التركي.
وأعتقد أنه مسحت الجميع في نهاية المطاف استكمال هذه المفاوضات بأسرع وقت ممكن، لأنه الانضمام لهاتين البلدين لحلف الأطلسي يعني أمر مهم جدا وتاريخي، فصل تاريخي ولحظة تاريخية في تاريخ الاتحاد الأوروبي أمام هذا التحدي الأمني الكبير لأمامنا اليوم، وليس فقط في الاتحاد الأوروبي وإنما في العالم. سؤال الأخير، هل يمكن تجاوز تركيا في هذا الإطار؟ قوانين الناتو هل تسمح بذلك؟ أنا لست أدري إذا يمكن لتركيا أن تعمل ذلك. أعتقد أن المفاوضات تحتاج إلى وقت. لا. هناك أمور معقدة طرحت على الطاولة كما قلت، ولكن نحن في الاتحاد الأوروبي مرة أخرى دعمنا كامل وقوي جدا سياسيا لهاتين البلدين وأيضا لتركيا لاستكمال هذه المفاوضات بأسرع وقت ممكن. المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لويس ميغيل بوينو، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. أرحب ببقية ضيوفي الآن، أبدأ مع سيد إسماعيل حقي رئيس الاستخبارات العسكرية التركية. إذا المطالب التركية هي ما زالت موضوعة على الطاولة، لم يتحقق منها شيء. ضيوفي قبل قليل أشاروا إلى أهمية انضمام فنلندا والسويد لتعزيز أمن دول الناتو. ماذا عن تركيا؟ لماذا تصر على مواقفها؟ لماذا ترفض تركيا حتى الآن انضمام هاتين الدولتين بوصفهما حليفتان، وأيضا انضمامهما سيشكل نقلة نوعية في مستقبل الناتو؟ Öncelikle şunu söyleyeyim ben, Türkiye ve Tavassu, الناتو الذي بدأ في الخمسينات، تركيا حيال هذا التوسع لحلف الناتو ودخول بعض الأعضاء إليه دائما اتبعت سياسة الباب المفتوح، وإلى يومنا هذا لم تقف أمام ولم تعيق انتساب أي دولة لحلف شمال الأطلسي. على الأخص أفيدكم هذه العبارة، و تركيا أساس دخولها لحلف شمال الأطلسي هو محافظة على أمنها يدا بيد مع أعضاء حلف شمال الأطلسي من أجل خلق تحفيز لحلف الناتو. والآن نرى دول حلف شمال الأطلسي الذين قسم منهم أعضاء في دول المنظومة الأوروبية وعلى رأسهم فنلندا والسويد، نرى أن تركيا منذ 40 عاماً تحاول وبجهد كبير من أجل أن تفيد عن موقف فنلندا والسويد اللتان تدعمان الإرهاب بشكل واضح. 176 مليون يورو تم منحها لتلك الدول لتلك المنظمة الأوروبية في سوريا وفي شمال العراق، مما يدعم وقوف هذه المنظمة الإرهابية في الصراع والنزاعات. وأثناء دخول تركيا في هذه المناطق، عندما دخلت تركيا إلى تلك المناطق في شمال العراق وسوريا، أتت هاتان الدولتان لدعم تلك المنظمات الإرهابية هناك ودعمتها في السلاح ورأسهم فنلندا والسويد. وإذا نظرنا الموضوع عن قرب لنرى أن تركيا هي عضوة في حلف شمال الأطلسي، لماذا لا يتم دعم تركيا من قبل تلك الدولتان، وبدل دعم تركيا توجه إلى دعم حزب PKK والمنظمات الإرهابية الأخرى، وأخذوا موقف تجاه حكومة أنقرة؟ هذه الضمانات الأمنية إذا لم توفرها هاتين البلدين لأنقرة، لن يكون هناك وقفة إيجابية من طرف أنقرة. أما إذا وقفوا بالشكل المناسب سوف تفتح الطريق أمامهم. والعامل الزمني مهم في هذا الموضوع، لأن تلك المناطق وموضوعها نجلس ونتحاور معهم. وإلى هذه النقطة تم التحاور والنقاش، وفي هذا الحوار متحدث باسم رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان إبراهيم أكلن أفاد بعض الملخصات بخصوص نتيجة هذه المحادثات الجارية بين
تلك الدولتين، وكان هناك وزراء الخارجية ووزراء الدفاع لدول المنظومة الأوروبية الذين شاركت في هذه الاجتماع تركيا. وإذا نظرنا إلى الموضوع من هذه الزاوية، دعونا ننظر بشكل من منظار واقعي. السويد وفنلندا يدعمون المنظمات الإرهابية، ويجب علينا دائما أن نضعها أمامنا على طاولة الحوار من أجل أن نستمر في هذا التقييم. وتركيا لا تريد أن تقف أمام أي دولة أوروبية وتحد من دخولها لحلف شمال الأطلسي وتؤثر على القرار المأخوذ تجاههما، لأن هناك المخاوف الأمنية لأنقرة يجب تلافيها. وإذا دعمتم المنظمات الإرهابية ضد تركيا، سوف ترون بأن تركيا التي صرفت مليارات الدولارات من أجل بنيتها الاجتماعية ودحر الإرهاب، استغلت هذه المبالغ الطائلة لمحاربة الإرهاب ولم تستغلها في نهضة مجتمعها. لذلك تركيا حاليا رسمت وقفتها، والهيئات واللجان تجمع مع بعضها البعض وسوف يقومون بإجراء المحادثات المطلوبة. وأنا سيد إسماعيل، إذا أشرت وأكدت مرة أخرى بأن أبواب تركيا مفتوحة وأنها اتخذت هذه السياسة لانضمام الدول إلى حلف الناتو دائما، لكن اليوم هناك لديها مخاوف. وسألت سؤال جوهري أريد نقله إلى ضيفي من هلسنكي النائب في البرلمان الفنلندي، لماذا لم يتم دعم أمن تركيا في حين فنلندا والسويد تدعمان منظمات إرهابية تهدد الأمن القومي التركي؟ سيد حسين، ما هي التسوية التي أشار إليها وزير الخارجية الفنلندي والتي يمكن التواصل لها مع تركيا في هذا الإطار؟ تحية لك سيدة آلاء وإلى جمهورك وإلى الشعب السوري الحبيب. عزيزتي، أولا بالنسبة لموقف فنلندا، فهو موقف فنلندا واضح، هو موقف الاتحاد الأوروبي بتجريم هذه الجماعات والمسميات اللي موجودة حسب الاتفاقيات القديمة. وأتوقع أن السويد كانت أول دولة اعترفت بإرهاب هذه الجماعات أولا. ثانيا، بين الدولة الفنلندية والدولة التركية هناك اتفاقيات قضائية من العام 1957، وتم تسليم بعض المدانين بعدة قضايا مختلفة. ولحد الآن وما بعد اللي حدث، يعني طلب دخول فنلندا إلى حلف الشمال الأطلسي، فلم ترسل تركيا أسماء جديدة تطالب بها، هي نفس الأسماء، نفس المعاملات، نفس الوضعية. أنا أتوقع أن المشتركات بين تركيا وفنلندا كثيرة أكثر بكثير من القضايا اللي تفترق عليها البلدين، وأنا متأكد أنه خلال هذه المفاوضات خلال أسابيع راح تحل هذه الأزمات على الأقل بين فنلندا وتركيا. و سيد حسين، يعني أشرت إلى أن الأسماء التي تطلبها تركيا منذ زمن ومنذ سنوات لم تتغير، لكن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين اليوم كان له تصريح واضح بعد لقاءات الوفود، وأشار بأن تركيا سلمت فنلندا والسويد أسماء محددة تريدها تابعة لتنظيمات إرهابية، هكذا حسب وصف تركيا، وأنها لم تتلقى أي رد. لدينا أسماء قديمة من زمان، وضمن هذه الاتفاقية القضائية بين الدولة الفنلندية والتركية فيتم المعاملة حسب هذه الاتفاقية، حسب بنود هذه الاتفاقية. يعني فنلندا مستعدة لتسليم هذه الأسماء إذا كان هناك أسماء جديدة؟ أنا لا أعرف هذه الأسماء وإلى أي جماعات منتمية، لكن أنا أعرف أنه في اتفاقية قضائية مفعلة نافذة وممكن من خلالها التواصل، ولكن ضمن هذه الاتفاقية شروط، والشروط أنه مثلاً محكومية للجريمة اللي ممكن حدثت في تركيا، فيوجد نفس الجريمة بنفس الشكل أو بنفس الطريقة موجودة مثلاً بالقضاء الفنلندي أو القانون الفنلندي وبعض الشروط الأخرى. وأنا متأكد أنه فنلندا، الوفد الفنلندي وكذلك الجانب التركي سيجدون حلول لهذه الأمور، ولكن بشكل عام
الفكرة هاي هي أنه الدولة الفنلندية يعني غير مستعدة أن تقلل من قيمتها وهي تدافع عن حقوق الإنسان، حقوق المظلومين في كل أنحاء العالم، وعلينا أن نتفاوض ونتحاور ونشوف شنو هي المخاوف الحقيقية للدولة التركية. طيب، وكيف بشأن المخاوف أنا لا أريد أن أقاطع الأمان. نعم، لكن في البداية أشارت إلى أن السويد طرحتها مثالا كانت من أوائل الدول التي اعترفت بحزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، لكن قبل أيام إلهام أحمد القيادية في مسد كانت على لقاء مع وزيرة الخارجية السويدية، بالتالي أنقرة ألا تجد أنها محقة بهذه المخاوف؟ هذه المخاوف يضاف إليها أيضا تحفظات تركية أخرى، منها مسألة مثلا فرض حظر على تصدير الأسلحة التركية بعد عام 2019، ماذا بهذا الشأن مثلا؟ هذا شأن يخص الدولة السويدية، أنا نائب في البرلمان الفنلندي. نعم، أنا ذكرت هذه المعلومة لأنك تحدثت عن السويد سيد حسين، على العموم سأعود لك. نعم طيب سيد حسين، سأعود لك بعد قليل، لكن بالانتقال إلى موسكو مع سيد رونالد، روسيا أيضا تنضم إلى تركيا في عدم موافقتها أو تحفظها أو اعتبارها أن ذلك خطر سيهدد المنطقة، انضمام فنلندا والسويد، كيف تتعامل روسيا مع هذه الخطوات الجادة من قبل الناتو من أجل توسيعه وضم هاتين الدولتين؟ تحياتي لك سيدة على ولضيوفك وللجمهور. يعني روسيا استقبلت هذه الخطوة من فنلندا والمملكة السويدية بالهدوء، ولكن طبعا عبرت عن موقفها لأنها لا تعتقد أن هذه الخطوة ستزيد في أمن هاتين الدولتين، بل هناك مخاوف من التصعيد في المستقبل، لأن الخط التماس المباشر مع حلف الناتو سيزداد بمقدار 1350 كيلومتر. أما بالنسبة للردود الروسية حتى الآن، روسيا سوف تنظر كيف تتطور الأمور. يعني إذا تم بالفعل هناك نشر البنية العسكرية لحلف الناتو، روسيا ستتخذ بعض التدابير الردية مثل زيادة القوات ونشر مزيد من الأسلحة والتقنيات في المنطقة العسكرية الغربية، ولكن روسيا لديها الحدود الآن في إستونيا مع حلف الناتو، يعني جنوب من كالينينغراد، ولكن بلا شك هذا سيحدد في المستقبل مصالح روسيا. وطبعا روسيا خسرت فنلندا التي كانت معها علاقات لتطورات الأمر، وعلى أساس هذا التطور سترد روسيا، شكل هذا الرد كيف سيكون؟ سيكون كما قلت هناك التدابير العسكرية دائما والتدابير الاقتصادية، قد تكون هناك بعض التدابير الاقتصادية والاقتصادية، ولكن أنا شخصيا أعتقد أن الأمور لا تصير بمثل هذه السرعة، هناك مزيد من القدرات وهناك الماضي البارك للعلاقات حسن الجوار بين روسيا وفنلندا. فنلندا كانت جسرا بين الاتحاد السوفيتي والغرب في أيام الحرب الباردة، وما زالت هناك مصالح اقتصادية وإنسانية وثقافية وغيرها وحتى تاريخية بين فنلندا وروسيا، وأنا أعمل أن هذه العلاقات على الرغم من أن ستنضمان حتان الدولتان فنلندا والسويد إلا حلف الناتو، ولكن أعتقد علاقات ستكون طبيعية ولن تكون الخطيرة، ولا يشكل انضمام فنلندا إلى حلف الناتو تهديدا أو خطرا وجوديا لروسيا كما هو في الشأن مع أوكرانيا، مع انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو إذا حدث. لكن نائب وزير الخارجية الروسي رابكوف قال بشكل واضح ينبغي عليهم ألا يتوهموا بأن روسيا سوف تتحمل ببساطة هذه الخطوة، هذا كان تصريح لنائب وزير الخارجية الروسي. بوتين أيضا الرئيس الروسي، موسكو ليس لديها مشكلة مع فنلندا، لكن هذا الانضمام
انضمام فنلندا والسويد سيتطلب رد فعل من موسكو، هذا تصريح أيضا الرئيس الروسي سيد رونالد. نعم سيدة الله، ولكن هذا الرد يعني سيعتمد على تطوير الأمور في فنلندا. كيف ستتطور الأمور؟ إذا دخلت فنلندا في حلف الناتو ولن يتم هناك نشر مزيد من الأسلحة، مزيد من الصواريخ، لأن فنلندا قريبة جدا من مدينة سانكت بيتربورغ. إذا تم نشر هناك حتى مدفعية بعيدة المدى لحلف الناتو، هذا خطر مباشر لسانكت بيتربورغ العاصمة الشتوية لروسيا، وبالتالي طبعا ستكون هناك التدابير الردية الروسية. عادي. طيب بالحديث عن حلف الناتو، هو أسس حلف شمال الأطلسي عام 1949، يضم اليوم 30 دولة. نتعرف إلى أبرز المحطات في تاريخ هذا الحلف في هذه المادة ثم نعود للنقاش. أهلا من جديد، أعود لضيفي من أنقرة سيد إسماعيل. سيد إسماعيل، ما الذي تريده تركيا وتحقق هذا المطلب الفنلندي والسويدي بدخولهما إلى حلف الناتو؟ ما هي أهم المطالب التركية التي يمكن بعدها أن توافق أنقرة على هذا الانضمام؟ تركيا طلبها منذ 40 عاما تحارب النظمات الإرهابية التي تريد أن تجزئ تركيا. هذه الدول تدعم هذه النظمات الإرهابية، وهذه الترددات الأمنية الموجودة في تركيا يجب إزالتها، وعلى رأس هذا الموضوع السويد. وهذه المنظمات الإرهابية وصراعها مع تركيا ودعم السويد لها يجب إيقافه، والمحادثات السياسية يجب أن تكون في هذا الاتجاه، وهذا طلب تركيا الصريح. طبيعي تركيا تريد بعض الضمانات، وكل ما يتعلق بسلوكيات نحو هذا الموضوع. وموضوع آخر لم يكن لدينا الوقت الواسع من شأن أتكلم به، في عام 2022 شاركنا في قمة الدول الأعضاء في حلف الناتو من أجل توسيع حلف الناتو، كان هناك أهداف معينة تم وضعها، وتركيا هذا الموضوع يهمها وفي نفس الوقت لا يعنيها، لأنها هي تحارب الإرهاب، وهنا هذا الموضوع له جدول زمني معين. وبعض الدول قامت بأخذ وضعها الأمني تحت الضمان، ولكن هناك شيء، إذا دخلت تلك الدولتين إلى حلف الناتو كدول في البالطيق مثل فنلندا والسويد وبعد ذلك الدنمارك، سوف يتم إغلاق منطقة البالطيق. والموضوع الثاني، دول البالطيق إذا دخلت حلف شمال الأطلسي سوف يتعزز موقف حلف الناتو من البحر الأسود إلى حلف الأطلسي، سوف يكون إطار الناتو موجود. هذا الاتحاد في على اليابسة عن طريق البحر بما فيه القطب الشمالي إلى آخره، سوف يتم توسع كبير جدا لحلف
شمال أطلسي. الترددات الموجودة لأنقرة تجاه فنلندا أنه خلال هذه الفترة إذا تم وضع صواريخ حساسة ضد روسيا في تلك المنطقة سوف يقوم الأمر بالتفاقم، وتركيا استطلبت 33 إرهابي من فنلندا و 21 إرهابي من السويد و 12 إرهابي من موجودين في فنلندا ولم يعطوا الجواب الصريح لهذا الموضوع، وأفادوا أننا إذا أعطينا الجواب الصحيح في هذا الموضوع سوف يكون هناك رد فعل على الصعيد العام تجاه فنلندا والسويد، ولكن إذا دعمتم النظام الأوروبي بهذا الشكل وأفدتم من طرف آخر بأنكم تدعمون حقوق الإنسان سوف يكون هناك تضارب في الموضوع عندما يقومنا بإجراء طيب. يعني سيد إسماعيل إذا كنت أنا قد فهمت بشكل صحيح، أنت تشير إلى تحفظ تركي ليس فقط متعلق بمسألة التنظيمات الإرهابية وإنما بشكل أو بآخر هو خلق فوضى في النظام العالمي، أو ربما يعني لدى تركيا تخوف من أن حلف الناتو إذا توسع فبالتالي هذا سيهدد أمن روسيا وبالتالي ربما سيجر العالم إلى منطقة لا تريدها تركيا، هذا ما تقوله؟ نعم، تركيا سوف تسير وراء هذا الموضوع إلى آخر الطريق متجلة وقفتها بدولة الرئيس رجب طيب إردوان، وسوف يكون هناك ضغط كبير على تركيا، وإذا كان هناك أي دولة لها أحلام في تحقيق شيء ما وقفت عاققا أمامها على قدر ما يكون هذا العاقب يمكن أن تكون ردة فعل هذه الدولة كبيرة. لكن الناتو ينظر إلى روسيا بوصفها دولة عدوة سيد إسماعيل، هذا ألا يشكل مخاطرة لدى الأتراك بهذا الإصرار بهذا الرفض على عدم انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو؟ بالنسبة لنا لا يوجد لنا هذه الفكرة، لأن نحن نطور أنفسنا ونطور كل شيء في بنيتنا، ولكن أمن تركيا كيف سيكون؟ نحن نقوم بمراعاة واحترام مخاوف الأمنية للدول الأخرى ونريد تقوية حلف الناتو، ونريد أن نعلم أن حلف الناتو عندما يرمي أي خطوة لدعم أمن أي دولة يجب عليه أن يراعي أمن تركيا أيضا. جميع هذه الأمور من ناحية الأمنية تم تجاهلها، ولا يجب أن تكون بهذا الشكل، لذلك يجب عليك أن تراعي أمن أي دولة، يجب عليك أن تراعي أمن تركيا أيضا، ولا يجب عليك أن تفرق بين هذه الدول. وتركيا على قدر ما يكون قرارها بهذا الشكل هو يشير إلى أنها على حق من خلال هذا المنظار، وفي عام 2016 كما تعلمون أن هناك منظمة إرهابية لفتح الله جنان قام بإجراء انقلاب محاولة انقلاب ودعموها أيضا، و 250 حوالي مواطنا استشهد، بالرغم من ذلك ما زال الدعم مستمر من تلك الدول، وقسم من هؤلاء الناس الذين كانوا أعضاء في هذه محاولة الانقلاب هذه في سويسرا في السويد وفي فنلندا وفي الدول طيب. الأخرى طيب سيد حسين، إذا المخاوف التركية واضحة كما أشرنا قبل قليل، والمطلب الفنلندي والسويدي أيضا واضح، هل هناك استراتيجية يمكن الحديث اليوم عن استراتيجية أو رؤية مشتركة بين فنلندا والسويد من أجل التوصل إلى صيغة تفاهمية مع أنقرة، أم أنه يمكن القول اليوم بأن فنلندا تسير بخطى مختلفة عن الخطى التي تسير بها السويد، ويمكن ربما أن تضمن فنلندا انضمامها للناتو بعيدا عن السويد في حال حققت فنلندا لوحدها المطالب التركية؟ دولة الرئيس إردوغان في مكالمة هاتفية بينه وبين دولة الرئيس الفنلندي نينيستو في شهر الرابع أبريل، قال السيد إردوغان أنه من المفضل دخول فنلندا إلى حلف الشمال الأطلسي، وأن تركيا ستكون من أول الداعمين
لهذا الملف. وبناء على هذه المكالمة أيضا تم طرح هذا الموضوع على الجانب التركي، وتفاجأت فنلندا بشبه تغير الموقف في الشهر الخامس بعد تقريبا أسبوعين من هذه المكالمة. أنا متأكد أن خلال الأسابيع القليلة القادمة سيتضح وبقوة، مثل ما اتضح سابقا للدولة التركية أن فنلندا ملتزمة بأمن تركيا وبسلامة الأتراك، وسوف تطرح حلول جيدة يقبل بها الطرفين وتتم موافقة تركيا على هذا الملف. أما بالنسبة للصداقة الفنلندية السويدية بخصوص هذا الأمر، فحسب معلوماتي وحسب المعلومات اللي أسمعها من داخل البرلمان والحكومة أيضا، نحن لدينا علاقة طيبة مع السويد ودخلنا في هذا المشروع سويا، كما دخلنا في مشاريع أخرى سويا، وبين علاقة حسن الجوار، ولهذا أستبعد جدا أنه ستفصل الملفات بين فنلندا والسويد. وطبعا هذه محطات، وإحنا رغبتنا بالدرجة الأولى هو دخول حلف الشمال الأطلسي سويا مع السويد في نفس اليوم. لكن أشار سيد إسماعيل قبل قليل إلى مسألة أن انضمام فنلندا والسويد ليست فقط متعلقة بمخاوف من تنظيمات إرهابية، وإنما متعلقة أيضا بعلاقة تركية روسية. روسيا تجد أن في هذا الأمر خطرا عليها ولا توافق على توسيع الناتو، بالتالي الكلفة التركية باهظة في هذا الإطار. وبالمقابل أيضا الإصرار التركي على المطالب من لتسليم هذه الشخصيات الإرهابية كما وصفها ضيفي سيد إسماعيل يبدو أنه سيبقى موجودا. هذا الاستعصاء كيف يمكن حله سيد حسين؟ بناء على المكالمة الهاتفية بين الرئيس أردوغان والرئيس دينيستا، فالتحليل هو أنه دخول فنلندا شيء يرغب به الجانب التركي أولا، وثانيا كما قال ضيفك يا سيد رونالد من موسكو، فالسيد الرئيس بوتين رأيه أنه فنلندا، إدخال فنلندا أو دخول فنلندا في حلف الشمال الأطلسي لا يسبب خطرا على أمن روسيا، وأن العلاقات الاقتصادية والثقافية والإنسانية التاريخية الموجودة بين بلدين هي هذه أساس العلاقة بالمستقبل، وأنه فنلندا لن تدخل حلف الشمال الأطلسي مهددا لأي طرف ما، بل بالعكس فقط لضمان أمنها بالمستقبل. طيب بالعودة إلى ضيفي من موسكو دكتور رولاند، صحيح كما أشرت بأن روسيا ربما لا تشعر بالتهديد الكبير من انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو وأنها ستتعامل مع الموقف حسب تطوراته، لكن المسألة ليست متعلقة فقط بهذا الشأن. يبدو أن روسيا عليها أن تتعامل مع معادلة جديدة مثلا في سوريا إذا وافق حلف الناتو على تشكيل المنطقة الآمنة التي يريدها الأتراك. سؤال جميل جدا. أنا أعتقد أن في نهاية المطاف تركيا ستوافق على انضمام المملكة السويدية وفنلندا إلى حلف الناتو، ولكن تركيا سنحت لها الفرصة الذهبية الآن التي لم تسنح لها منذ 40 عاما، يعني منذ أيام كينان إيفورين، الرئيس كينان إيفورين، عندما وافقت تركيا على عودة اليونان إلى حلف الناتو. واليوم شاهدنا كيف كان يتحدث رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس في داووس. نعم فهذا غريب جدا. طيب دكتور ليندا، السؤال موجه لي ولا نعم، دعنا نشاهد هذه المادة التي تتحدث عن أبرز الشروط التي وضعتها تركيا للموافقة على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي، ثم نعود للنقاش. We'll be right back.
بالعودة مع سيد إسماعيل، سيد إسماعيل، إذا شاهدنا هذه المطالب التركية التي تتحدث في جلها أو التي تركز في جلها على حزب العمال الكردستاني، لكن الغريب أن تركيا أيضا طرحت أمور أخرى للتفاوض، منها المنطقة الآمنة، وقالت أنها تتوقع من الناتو أن يساعدها في هذا الأمر، منطقة آمنة في سوريا. أيضا يتم الحديث عن F-16 وإعادة إنحاش هذا الملف مرة أخرى. تركيا اليوم تفاوض على ملف واحد أم تفاوض على الكل؟ أعتقد أنها ليست فقط على هامش واحد أو على موضوع واحد. تركيا على الأخص ومع أمريكا ومع كندا ومع الدول مثل اليونان لديها مشاكل واضحة للعيان بما يخص بحر إيجا والمنطقة الجوية المخصصة للطيران تلك البلدين، ودعم الأمريكي للمنظمات الإرهابية في شمال سوريا وتدريبها ودعم الطلق للمنظمات الإرهابية. هذه المشكلة موجودة حية، ما زلنا جميع هذه المشاكل موضوعة في الملف من قبل وتخص جميع الدول، ليس فقط تخص فنلندا والسويد. وأنا أعتقد أن هذا الموضوع الذي تثيره تركيا لا يتعلق فقط بالسويد وفنلندا، ويجب وضع على الطاولة أمام جميع الأعضاء. طيب سيد إسماعيل، باختصار لم يتبقى لدي وقت، أشرت أن تركيا تفاوض على هوامش عديدة في هذا الشأن. هناك من يقول بأن التفاوض يقع في أساسه بين تركيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية، واليوم الولايات المتحدة الأمريكية ترد عبر تصفيق الكونغرس للرئيس اليوناني مثلا قبل أيام، حشود أمريكية في داداغاش، أيضا مقاتلات أمريكية في كريت، وإنشاء 3 خطوط دفاع في إيجا. إلى أي درجة فعلا تشعر أنقرة اليوم بأن واشنطن تحاول تكتيفها عبر اليونان؟ الولايات المتحدة الأمريكية وما قامت به في تلك المنطقة كما أفاد ضيفنا من موسكو أنه موقف غير اعتيادي. وفي عام 1981 كنان إفران قام بكل تسامح بقبول إعادة اليونان إلى حلف شمال الأطلسي. إذا قيمنا كل هذه الأمور مع بعض البعض ضمن إطار حلف الناتو، نرى أن هناك حاجة كبيرة لتلبية الأعضاء، ونحن نعلم أن اليونان لها احتياجات خاصة يجب تلبيتها، ولكن هذا لا يخص اليونان فقط، يجب عليها أن تراعي الأطراف الأخرى الموجودة في المنطقة. شكرا جزيلا سيد إسماعيل حقي بيكن، اعذرني هذا ما سمح به الوقت، رئيس الاستخبارات العسكرية التركية السابق، كنت معنا من أنقرة، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. شكري أيضا لحسين الطائي النائب في البرلمان الفنلندي، كان معنا من هلسنكي. شكري الموصول لضيفي من موسكو دكتور رولاند بيغاموف، أستاذ محاضر في العلوم السياسية. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، إلى اللقاء.